الاسعار بره مش زي هنا خالص. اللحمه بره عامله 150، جيت هنا الجمعيه لقيتها عامله عرض، هي هي اللحمه ب 95. الاسعار حلوه وكل حاجه موجوده هنا بالكامل. السكر ب 10.5، الرز ب 9، وده منفذ يعني يعتبر رحمه للناس كلها. في ظل ما يمر به الاقتصاد العالمي من تحديات، وبعد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، اتخذت الدولة المصرية عدة خطوات استباقية لضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. اتواجد في منفذ بيع وزاره الزراعه، وبصراحه منتجات جميله جدا متنوعه قوي، واسعارها افضل بكتير بكتير من بره. يعني بصراحه يعني اسعارها لا تقارن بره، سواء الزيت والسمن، وحاجات متوفره جدا ونظيفه قوي قوي. الوضع طبعا كويس قوي، لان فعلا مقارنه الاسعار هنا باسعار بره، الكواليتي حلو والاسعار كويسه، اسعار ارخص من بره فعلا. احنا هنا عند منتجات وزاره الزراعه، وبصراحة الحاجة حلوة جدا وأسعارها جميلة، كل حاجة موجودة ومنتجات رمضان موجودة كلها بأسعار تحفة. ده مبادرة ممتازة جدا وفعلا لها مفعول قوي. الرئيس مع الشعب، والرئيس قال الحاجة الغالية وخروا عنها ما تشتروهاش. بصراحة بيعملوا حاجات حلوة وأسعارها جميلة جدا، وكل الحاجات موجودة وبأسعار حلوة أحسن من بره الصراحة. كلنا واحد جميله جدا، بحيث ان احنا اول حاجه الرز بره ب 15، هو هنا ب 10، السكر بره ب 15، هو هنا ب 10، فرق كبير لما انا اجيب 2 كيلو سكر او كيلو رز وكيلو سكر اوفر 10 جنيه، انا شاريه الصلصه دي امبارح ب 25، هنا ب 20، 5 جنيه برده، فما يبقى في 5 جنيه في كل منتج، دي حاجه كويسه. المبادره بصراحه كل حاجه انا لقيتها بالسعر غير اللي انا شفته خالص، الحاجه كويسه جدا، والسلعه يعني السلع كلها في متناول ايد كل الناس، وارخص من مكانه الاول. والله المبادره دي زي الفل، وربنا يبارك لكم ويبارك للناس المسؤولين. بصراحه مش رياء، التجار اهو جنب بيتكم بيبيعوا المكرونه، شوف هنا بكام، هم بيبيعوها ب 14 جنيه عندنا هنا. جبت المدام بتاعتي وجبت خدنا مستلزماتنا من هنا، اوفر وارخص من بره بكتير، وده منفذ يعني يعتبر رحمه للناس كلها. الاسعار بره وحشه جدا طبعا، فلقيت لأ الأسعار جميلة قوي بصراحة. مبادرة كلنا واحد، بنشكر الرئيس طبعا، بس أستأذن بس لو في مراقبة على الأسعار اللي بره. يعني السكر هنا ب10.5، أنا جايباه امبارح بكام؟ ب14 جنيه. طبق البيت ب53، أنا جايباه ب64 جنيه. لأ عايزين حد يراقب الأسعار اللي بره. وزارة التموين يعني في حاجات منزلاها الحمد لله هي احسن من بره، لان في حاجات بره طبعا في الفتره اللي فاتت دي الاسعار كانت عاليه. يعني وزاره التموين كل حاجه هنا لاجينها موفره، بره مش موفره ومغلين الحاجه. سمعت اللحمه بره عامله 150، جيت هنا الجمعيه لقيتها عامله عرض، هي هي اللحمه ب 95، ونفس اللحمه ونفس جودتها. فعلا نشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على ان هو متابعنا. المجمع ما شاء الله مليان بخيرات ربنا، والحاجه كلها كتير، الاسعار كويسه، ان كان اللحمه برده السكر الزيت الدقيق، واللحمه ما شاء الله برده كويسه وسعرها كويس، الاسعار كويسه احسن من بره. ودي الجمعيات دي يعني رمانه الميزان في البلد، لان عمليه وجود الحاجه موجوده في الجمعيه بيخفف على الناس كتير جدا.